سقنا الخبر تاع عيطوا لينا، قالوا لينا راه ضربها بالموس. ما عيطت لينا شي 3 ايام، دابا عيطت لي يوم زعما عادي كضحك، قالت لي راه جا الراجل، راه زعما ما عندها شي زعما شي مشاكل ولا شي حاجه. عيطت لينا تعيطوا لينا قالوا لينا راه هو اصلا مريض بالوسواس، وقالت لك بقى يقلب لها الثلاجه يسوس في الحوايج، حنا ما عرفناش دابا واش كيستعمل شي حاجه واش والله غير هادشي اللي كي زعما قالوا لي راه قالت لي راه في الوسواس كيبقى يقلب في الحوايج وبقى زعما هاد الايام تعيطات لينا ما قالت لنا حتى حاجه، ما قالت لنا كضحك ومشات عند دارهم ورجعات عادي، ما عرفناش اشنو واقع. لا لا انا الله جيت من بن سليمان، جيت الليله اللي ضربه اللي كانت في ورزازات، عاد جيت صبحت في ورزازات مع الفجر، عاد مشينا للسبيطار، عاد قلنا بغينا نشوفها، قال لك باقي ما فقت من البن شويه، جا الطبيب قالوا لينا راه ماتت. وطلب ملي قلت له بغيت نشوفها، عريت لي على وجهها، لقيت الضربه ديال الموس من هنا حتى لهنا، وحده في الراس وفي العنق ديالها ضربه من هنا بحال قمشها بحال ضربه بالموس عاوتاني. وقالت لي يا مرت خويا راه كانت ضربه في الكرش، كاينه في الظهر، كاينه في قطع لها العصبه ديال اليدين وقطع لي. ايوا لا اله الا الله، الله ياخذ فيه الحق. ماشي غير بزاف جاتنا الصدمه، جاتنا ما صدقناش هادشي، ما وقعناش زعما غيوقع ولا ما ظنيناش. مره وحده اللي كانت تخاصمات معاه ماشي شي زعما داك، وجات للدار قلنا لي زعما الا ما داك بلا ما ترجعي، ومهم جا كيطلب هذا ورجعنا عليه. هذيك المره زعما اللي قلنا تخاصموا اللي هادشي اللي كاين. خويا هاد الجريمه هادي وقعت لناس صراحه، صراحه الله، واثرت فينا بزاف. كيف ما كتشوف هاد السيده هادي ما كناش كاع معولين على هاد الجريمه هادي. الله ياخذ فيه الحق والله يرحمها مسكينه هاد السيده هادا اللي دار لها هاد المشكله، الله ياخذ فيه الحق. هذا ما كان. لا انا جاي من قلميم، جاي من قلميم ديك الساعات فاش قالوا لي شنو كاين، قالوها لي حيت وقعت ليها المشكله النهار ليله الجمعه، ليله الجمعه، وما شافوها الناس الجيران وسميتها، ما شافوها حتى الصباح حتى مورا الدور ديال الجمعه، مورا الدور هزوها الدواء للسبيطار. ديك الساعه هضر معايا خويا قال لي ودي راه سميتها شنو كاين شنو كاين، قال لي ودي راه مضروبه، ما بغاش يقول لي بانها مضروبه بزاف، قال لي راه مضروبه شويه ولكن ما تقول والو الوالده، مع الوالده عندي تما في قلميم. والمهم سميتو فاش هذا قال لي صافي ما تقول والو للوالده، غادي نديوها للسبيطار، داوها للقلعه ومن تما دزوها داوها لورزازات. ورزازات تما بقات حتى البارح مع ديك الفجر هكا توفات الله يرحمها. ترى قتلنا كاملين ماشي غير هي ولا ماشي سميتها، راه كلشي العائله. لا هاد دابا مازال ما العقل هذا ما بغاش يصدق لي هاد الكارثه هادي، راه كارثه هادي. بحال هادو اللي تيجيو تيديروا هاد الجرائم هادو راه خاصهم الاعدام، ماشي سميتو الحبس. هذا راه الحبس بالنسبه ليه هو راه مزيان، اللي يحس ليه من برا. حيت كاين بحال هذا دابا كتلقاه ما قدش يواجه الواقع وما قادش على المسؤوليه، وكيدير شي جريمه باش يدخل الحبس يبقى تما وكيعطيوها الماكله.